تحية لكم مجددا أعزائي المتابعين والمتابعات. عندما تذكر حلب تذكر الموشحات، تذكر المقامات البديعة، يذكر ذاك الحنين، تذكر تلك القلعة، وأيضا يذكر الطرب الأصيل. ابن مدينة حلب ضيفنا اليوم، استطاعت ألحانه وإيقاعاته الموسيقية والأناشيد التي يعزفها أن تدخل كل قلب لكل شخص يصغي ويستمتع بها. استطاع أن يمزج بين الموسيقى واللحن العربي والعثماني أيضا. دعونا نتعرف على الموسيقار أسامة عقيلي وهو معنا الآن في الاستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ أسامة. الله يسلمك يا رب، يعطيك العافية ويبارك فيك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا فيكم، وطبعا لكل شباب ومتابعي حلب الكرام اللي عم يتابعونا الآن ونعرفهم منذ 3 سنوات. أظن بأنه الآن دوركم يا شباب، بحيث أنه نحن نستطيع أنه نطلب ما نريد من الأستاذ أسامة، وأسئلتكم أيضا سأطرحها على الهواء إضافة إلى الأسئلة التي سأطرحها عليه. أستاذ أسامة، بداية ربما أهل حلب أنت معروف لديهم، لكن العديد ربما من جاليات عربية أيضا يود أن يتعرف أكثر، من هو أسامة؟ طبعا من مدينة حلب، نشأت فيها وبدأت، كانت بدايتي في قراءة القرآن. ما شاء الله تبارك الله. فقرأت على المشايخ الكبار في حلب، بناتهم الشيخ كلال طحان رحمه الله. نعم. وكان والدي يعني انتقائي جدا في اختياراته بموضوع السمع. فكان يسمع مثلا أم كلثوم، يسمع الشيخ بكري كردي، عبد الوهاب. والحقيقة يعني له دور كبير بتكوين ذائقتي أو بداية ذائقتي الموسيقية. جميل. بدايتي كانت أني انتسبت لمعهد حلب للموسيقى. وتخرجت منه طبعا، وقبل ما أتخرج عينت كأستاذ في المعهد لمادة العود. نعم. جميل. يعني طيب، أنت ذكرت بأنه كانت بدايتك مع القرآن الكريم ودرست على أيدي المشايخ، وذكرت أيضا بداية الوقت أنه كان الوالد مهتم بالانتقاء. أحيانا بيكون في نوع من أنواع التناقض، أنت بسألك مثلا كيف بدك تروح للغناء، كيف بدك تروح لها. هل واجهت معارضة؟ معارضة ما واجهت لك، لكن مثل ما قلت حضرتك يعني أنه هل الحالتين ممكن يكونوا متنافرات إلى حد ما. نعم. بنظر الناس. لكن من مفهوم التربية الموسيقية، خلينا نحكي أنه الموسيقى كانت بالنسبة لي عبارة عن تربية وتهذيب أكثر من كونها تعتبر التربية طبعاً. وتهذيب طبعاً. كيف؟ يعني تقدر تقول أنا لحد الآن بعد مسيرة 20 عام تقريبا في الموسيقى، ما طلعت حفلة شعبية مثلا. دائما كنت أخذ الموسيقى على أنه هي يعني جرعة روحية. يا سلام. جرعة ثقافية. يا سلام. من هالمنظور تعاملت مع الموسيقى. ولذلك يعني كنت أوفق بين الدين والموسيقى. يعني لم تستخدم الموسيقى لأغراض الشهرة والطرب والمهرجانات أبداً. والظهور وإنما استخدمتها كما ذكرت لي. نعم. نوع من السمو. نعم، استخدام جاي. شخصي بحت. طب ما وجهت بانتقادات إنه حرام هالموهبة طبعا أكيد وما تستفيد منها؟ طبعا أكيد، وخصوصا من حتى من والدي يعني. إيه؟ الله يحفظه. آمين. هو بيحب أنه مثلا ابنه يكون مشهور. إيه؟ أو كذا. طيب. وكثير من الأصدقاء طبعا يعني سواء بالوسط الفني أو طيب جميل عام. شو كنت ترد عليه؟ هلا بطبيعه يعني تعاملي مع الموسيقى، كنت انا من محبين يعني العلم والاستزاده بالعلم. يا سلام. ف يعني انا وقت اللي تخرجت من المعهد ما كنت مقتنع باللي انا وصلت له، رغم انه كان جيد جدا بنظر الاساتذه. طيب. والناس اللي حوالي، فبدات مسيره بحث خاصه في يعني مسيرة جدا متعبة صراحة يعني. وين بحثت؟ شو اللي بحثت فيه أخي؟ بحثت في موسيقى العالم أجمع.
يعني حلو. تقريبا سمعت معظم أنماط الموسيقى. طيب. إلى أن اخترت يعني نمط معين قريب إلى حد ما يعني. باعتباري من عائلة محافظة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فيعني اخترت النمط العثماني. طبعا جميل. أنا ماني متعصب له لكن أنا بنفس الوقت يعني بفضله عن غيره. لماذا؟ في عدة جوانب بصراحة. يعني جوانب كثيرة. أول شيء خليني أحكي لك عن تفضل. كيف وصلت للعثماني. لماذا فضلته؟ نعم. في شخص موسيقي هو من أصل كردي. بتوقع يمكن من 15 سنة تقريبا أو أكثر أهداني شريط كاسيت. طيب. لموسيقي فاز جدا عازف عود عالمي يعتبر. هو الشريف محي الدين حيدر. طبعا هو عازف عود مبهر يعني موسيقي فز. فأنا يعني أعجبت فيه. حلو. وبناء على هالشي يعني صرت أتقصى حوالي هالشخص هذا. فتبين لي أنه هو يعني عاش بالحقبة الأخيرة من العهد العثماني. أيوة. فبدأت أهتم بالتاريخ العثماني والموسيقى إلى آخره يعني. إلى أن تبين لي يعني مين علمه. شفت بحث وكيف. أيوة بالضبط. يعني موضوع تدريجي صار. حلو. طبعا بالإضافة لأني استفدت من الشيخ المربي الشيخ سيف الدين زين العابدين اللي هو يعتبر أحد أهم المهتمين بهالفن هذا بسوريا وبحلب تحديدا. طبعا له باع كبير كتير. استفدت منه ثقافيا يعني. حلو. ومن الناحية التربوية وفهم الموسيقى وكيف أتعاطى معه. طيب أستاذ أسامة يعني أنا أحس عندما تتكلم يعني يرافقك معاني مثل كلمات الشجن. يرافقك هيك أنت قاعد لوحدك عم تتأمل وبعد ذلك بتحس بتجربة شعورية تعكس مباشرة على العود. امتزج الموسيقى العربية اللي أنت تعلمتها بحلب ببحثك بالعثماني. ما يعني كيف صقلت شخصية أسامة؟ كيف تغيرت شخصية أسامة؟ هلأ شخصيتي يمكن فيها شيء من الازدواجية. يا لطيف. نعم. بباب الموسيقى يعني مو ازدواجية أخرى. يا سلام يا سلام. يعني أنا بتزوق الموسيقى العثمانية بشكل كامل مثل ما هي. تمام. وبتزوق الموسيقى العربية بشكل كامل مثل ما هي بنفس الوقت. تماما يعني. تماما تفصل. باعتبار أنه أنا نشأت في التنتين يعني. يا سلام جميل. بالضبط. حلو. وبالتالي حتى مالي متعصب لواحد من بينات. ولو. لكن في تفضيلات لا شك. شو هي التفضيلات؟ التفضيلات مبنية على نوعية الموسيقى يعني الجودة. خلينا طب شلون بدنا نعرف خلينا نعمل واقع عملي لشيء عثماني. بما انك انت جايب العود معك الان الناس عم تقول كيف هلا مثلا حنيجي على العربي مشان الشباب ما ياخذوا على الخط لكن العثماني ابتداء مثلا هلا خليني احكي لك بس أيوة. نبذة عن الموسيقى العثمانيه مشان ترجمه واقعيه بالضبط جميل ما يميز الموسيقى العثمانيه انه هي موسيقى حاوت من الجنسيات من يعني عده جنسيات حلو باعتبار انه الدوله كانت مبنيه جميل بشكل واسع فكان فيها مثلا موسيقيين جركس موسيقيين يونانيين موسيقيين من بلاد فارس موسيقيين عرب هذا الخليط كون هيكلية موسيقية فريدة جدا من هالمنطلق هذا صار في تميز كبير في طريقة التلحين طيب هي ناحية الناحية الثانية مثلا ممكن أقول لك أنه السلاطين العثمانيين نفسهم كان مهتمين بالموسيقى يا سلام وكان في منه الموسيقيين حتى ولهم مؤلفات لحد الآن يعني تعزف هذا الشيء يعني بيخلي أي ملحن ينظر الموضوع بشكل جدي أكثر طبعا كيف هذاك العصر نعم نعم فبالتالي يقدم شيء نوعي أكثر حلو لأن السلطان مهتم بهالأمر هذا فكيف بده يطالع أفضل ما عنده فرح يقدم شيء أكيد أفضل بالإضافة كمان أنه الموسيقى العثمانية فيها طابع إسلامي باعتبار أيوة. باعتبار أنه
الدولة كانت إسلامية. نعم. فأنت لما بتسمع العثماني بتشعر تحس إنه بالنفس نغمة صوفية بالنفس العثماني. نعم. أو النفس الإسلامي هيك فورا سلام. يعني وإن كانت حتى يعني أنت إذا كان سمعت ألحان حتى لناس مسيحيين بالعهد العثماني أو هتلاقي نفس أو لكن فيه النفس الإسلامي. أيوة. نعم. إذا امتزج هذا امتزج في عدة أمور هي أهمة طبعا. طب شوفي عندنا هيك شغلة جميلة رائعة خلابة. هلا الجميل الموسيقى العثمانية بتحسن تعتبرها بحر لا يعني لا ينضب. بدنا هيك شيء من ذوقك تكرم. إيه هيك شغلة إنه فعلا فيها هذا النفس اللي أنت قلته لحن الشجي الشباب اللي عم يسمعوا الآن. بسم الله نساوي تقسيمة أول شيء. إيه بعدين ما بلش. yeah. يعني شوف أنا من الأشخاص اللي نادر جدا إنه حدا يمتلكني. الله يحفظك. لكن ما استطعت. الله يسلمك. بدون مجاملة بدون مبالغة. شكرا. كأني يعني عم اسمع الآن
معروف اني انا احب رشيد غلام، يمكن تعرفوا رشيد. طبعا اكيد. احسست بانه الان انه معنى امتزاج الموسيقى مع الاله مع الصوت الشجي مع امتلاك الحاله. الله يحفظك. الف تحيه استاذ. الله يسلمك حقيقه. الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يكرمك. صوت شجي وتناغم رهيب جدا. انا الان مستمعين ما حيتركوني بحالي، مدرك لي هذا الامر، لكن معهم حق الوالد يزعل. ما حق يزعل والله. يعني ان شاء الله نحن نشوف. بالنسبه لي بعد هذا المشوار بقدر بقول لك انه في عندي اهداف. ايوه هات الاسماء. اهداف بعيده ايه واهداف قريبه. يا سلام. الاهداف القريبه من تقريبا سنه بلشت اسست فرقه. حلو. نعم. تمزج بين الموسيقى العثمانيه والموسيقى العربيه. ما شاء الله. طبعا يعني بطريقه الفصول نحن بنسميها. يعني مثلا فصل من مقام معين بيكون مدته تقريبا شيء 3/4 ساعة. حلو. بيتضمنوا قطعة عربية وقطعة تركية من نفس الروح. يا سلام. نفس يا يعني سلام. نعم. يا سلام. فراح نقدم ان شاء الله على مسارح تركيا. يعني يا سلام. امتى ان شاء الله؟ في ان شاء الله. تم تعاون بينكم بعض الجهات يعني؟ هلا بالنسبه للتعاون في كان سابق، لكن كفرقه كفرقه اقصد انه تروح عند السوليست اللي بيغني. هو نحن عرب او سوريين خلينا نقول. تمام. لكن راح استعين في عازفين اتراك ان شاء يا الله. يا سلام. من اصدقائي يعني. طيب الان يعني انا بدي أخرب الحلقة، قررت يعني. فالشباب الآن بلشوا يطلبوا، لكن قبل ما هن يطلبوا حأطلب أنا. تفضل. مشان بعدين كلمة لأنه حأنسى حالي بعدين. أستاذ أسامة، يعني الشباب الآن كلهم مغتربين وكله في بحاجة لهيك شغلة للوطن. فأنا كنت عم أحكي معك قبل أنه بدنا تبع موطني موطني موطني، وإذا يعني بنفس التجربة اللي الآن كنا فيها. إن شاء الله. فالله يكرمك يا رب. سلام. ما حسن ما يعني ما الله يسلمك. الله يعني الناس يعني ما شاء الله ما شاء الله استاذ اسامه ما شاء الله. الشباب يعني عم يقولوا ذبحتنا هاي الاغنيه، حتى في بعض الاتراك عم يشاهدوا.
بعض الأتراك عم يشاهدوا الآن وعم يصفقوا بأنه عن جد شيء جميل. شكرا. مراعي وخلاب. من هم يعني الموسيقيين المعاصرين أستاذ أسامة؟ يعني بالأمانة اختلط الشيء الأصيل، اختلط الشيء النقي، اختلط الشيء اللي فعلا كما ذكرت التهذيب التربية بالشيء التجاري، بالشيء اللي هو بالفعل فقط أعزف للبغية الحصول على مال وشهرة، فأنا مستعد أني أسير حيث سار التيار. أنت نعم. أستاذ أسامة يعني كيف تصف هذا الواقع؟ الحقيقة يعني الموضوع بيتعلق بطريقة تعاطي المجتمع مع الموسيقى بشكل عام. أول شيء نحن للأسف كوطن عربي غالبا كنا نتعاطى مع الموسيقى على أنه هي قلة أدب وليست أدب، ما هي مشكلة، أو هي قلة تربية وليست تربية، مو لأنه ارتبطت والموسيقى حقيقة هي مادة تربوية. يا سلام. يعني إذا فهمنا هذا هاي الحيثية هاي نقدر نحل جميع المشكلات. هاي واحد. بالإضافة لطريقة تعاطي المجتمع مع الفن والشهرة وإلى آخره من هل تفضلت فيه حضرتك، خصوصا هلأ بطرق التواصل الاجتماعي. صحيح. يعني أنه اللي مثلا بيجي مشاهدات أكثر طبعا أو اللي عنده لايكات أكثر، هذا ما غرك هذا صار يعتبر يعني أنه هو علامة نجاح أو فشل. أنت ما جذبك هذا الشيء؟ يعني مثلا تطلع مثل هيك وتعزف لك وتحقق شهرة، يعني وين المشكلة؟ يعني الشهرة شغلة سهلة جدا. هيك شايفة؟ طبعا أنا من وجهة نظري الشهرة شغلة جدا سهلة، لأنه مبنية خصوصا بهالوقت هذا طبعا. نعم. بحكي عن الوقت طبعًا هذا طبعا مبنية على أحكي كلمة يمكن أولى أستاذ أسامة، خذ راحتك. يعني مبنية على سفاسف الأمور والتفاهة يعني بشكل عام والقشور. نعم. يعني أنا بعرف، أو خليني أقول لك، في عندي أصدقاء موسيقيين على مستوى العالم ما حدا بيعرفون، بس لأنه ما خاضوا السفاسف هاي، ما حدا بيعرفون نهائيا، بيعرفون الدائرة اللي حواليهم فقط. يا إلهي. مع أنه هن يعني ثق تماما أنه هن يعني من جهابز. كبار جهابز، يعني من كبار الموسيقيين على مستوى العزف على مستوى الغناء. فالشهرة مثل ما قلت لك شغلة جدا سهلة، ممكن بكلام سخيف، بأسلوب سخيف، ممكن بأسلوب سخيف بالضبط، يعني عن طريق الصورة ويعني إذن يعني هل هناك رابط بين تربية الشخص وتهذيبه؟ ممكن في ناس بعض المغنيين أستاذ أسامة تربوا تربية صحيحة لكن بالأخير جرفت. أكيد. عم نشوف كثير هالظاهرة. أيوة. للأسف التربية ما تمت، معناها التربية كان في تربية لكن ما كانت صح، ما كانت صح. التنتين سوا. تحسن تعتبر التنتين سوا. لأنه دائما الإنسان اللي عنده مبدأ، يا سلام، ما ممكن تخلى عنه. يا سلام عليك أستاذ سامي. يعني الثوابت في الحياة، يا سلام، شغلة يا سلام. يعني ضرورية جدا طبعا. يعني عفوا فضل. أنت لما بتشوف، إذا بتنظر، خلينا نحكي بالفن العربي بشكل عام، تنظر على مثلا تشوف الملحنين شلون كانوا يتعاملوا مع الموسيقى. صح. مثلا رياض السنباطي بذكر انه يا سلام، الله يرحمه، لما اجت لعنده ورده اللي هي ورده رفض يلحنها باعتبار انه ما يعني قال لهم صوتها فيه زعيق. قال لهم صوتها فيه زعيق. تخيل نحن هلا ورده بالنسبه لنا صارت تراث او شغله كبيره، كانت بالنسبه له هو انه زعيق. طب هي رايحه يعني طبعا اكيد رح تعطيه مبلغ مادي تمام على اللحن وكذا، لكن هو رفض. صاحب مبدا، صاحب مبدا. طيب. اذا عم ينظر للامر من عده نواحي. اولا هو شايف حاله في موضع مسؤوليه. يا سلام. اليوم يعني انت كفنان انت اللي بتصنع ذائقة المجتمع. يعني اريد ان اقول هون استاذ اسامه بانه الفنان يعني ممكن بالفعل ان يخط
طريق ونهج سوي من خلال فعلا على ثباته بمبدأ والسمو بالموسيقى بهذا المبدأ. طبعا بلا شك، يا إما بيسمو بمعنى الموسيقى التهذيبي يا إما بيهبط فيها. بالضبط، بيهبط بالناس كلهم جميعا. بالضبط، تماما تماما يا لطيف. طيب الآن بدنا نسمع والله بدنا نسمع شيء. بدك تركي، بدك عثماني، أكيد تركي عندك في، بس شو عم يطلبوا الناس الشباب إذا بدي أنا هاد ما منخلص اليوم للظهر يعني. إحنا في أنا لذلك سأترك لك أنت. ممكن أغني لك شغلة لعبد الوهاب مثلا. إيه بتكون هيك شغلة مثلا تضرب الوتر مع الشباب. سلام يا سلام. جمهور حلب معترض على ايش؟ جمهور حلب بده شيء حلبي. شيء حلبي. حلب بده شيء حلبي. والله يعني ما راضين اختم الحلقه الا بشيء حلبي. شيء حلبي. ايه شيء حلبي. انا راح استسلم يعني، وبعدين ما بقدر زعل اهل حلب كلنا، كلنا على العين والراس. ممكن نسمعهم موشح مثلا. يا سلام، انت بقى لك الخيار استاذ سام. وانادي من همت في غرتي.
من راحته كلما استيقظ من سكرته جذب الذئب إليه واتكى جذب الذئب إليه واتكى يا سلام يا سلام. الله يسلم هالتم استاذ اسامه. حقيقه يعني الشباب عم يقولوا يعني يا هيك الصباح بيكون. الله يحفظك. يا بلا يعني انا حقيقه تحيه لكل اللي عم يتابعنا. والله الله يجزيهم خير ويبارك فيهم. الشباب ما شاء الله تبارك الله منسجمين انسجام تام وبشكل جميل ورائع وخلاب. يعني استاذ اسامه يعني هو بصراحه الوقت للاسف الشديد داهمنا جدا. يعني انا اشكرك شكرا جزيلا من القلب وعلى هذه الابداعات حقيقه, وان شاء الله يكون لنا لقاءات ونسمع الاخبار الجميله باذن الله تعالى عما قريب مع دعواتكم. حياك الله استاذ اسامه عقيلي استاذ الموسيقى, اشكرك شكرا جزيلا. حياك الله. اعزائي المتابعين والمتابعات, والله الواحد ما بده يخلص, لكن شو بدنا نعمل؟